مساء الفل، وجيت لنا مرة تانية زي ما احنا مستنيينك. وحشتينا. لكل ست بيت قاعدة مستنية برنامجنا خمس مقادير وبس على قناتنا، قناة ست البيت. قناة ست البيت هي قناة بتاعتي وبتاعت مامتي وبتاعت جدتي وبتاعت اي ست زي وزيك مستنية تشوف تحب المطبخ ازاي، وتعمل اكلات جديدة ازاي، وتعمل اكلات سهلة بوصفات زي اللي احنا بنعملها كمان ازاي. اكلات من خمس مقادير وبس اللي هو برنامجنا، مش هنزيد عنهم. هنعمل لك حاجة كنت متخيلة ان هي صعبة، او كنت بتنزلي مطاعم مخصوص عشان تعمليها، او بتعمليها بطريقة تانية. المهم ان هي في الاخر حاجة من ست البيت، قناتنا المميزة ليكي عندك وانتي قاعدة في بيتك، لأحسن ست بيت قاعدة بتتفرج علينا النهاردة. تعالي ما نضيعش وقت ونشوف هنعمل ايه النهاردة. الخمس مقادير بتوعي النهاردة مش هنزيد عنهم زي كل مرة، خمس مقادير وبس. الخمس مقادير وبس النهاردة بتوعي عبارة عن أكلة، هي أكلة عربية شوية أنا أعرفها عن طريق توانسة، هما بيسموها طاجين بندقية. احنا بقى انا وانتي هقولك ايه هي. هي عبارة عن طاجن، فعلا طاجن لحمة مفرومة. هنشوف هنعمله ازاي، بس عشان كل برضو ست تونسية بتشوفنا، واحنا عندنا ناس كتير انا شخصيا من اصحابي بحبهم وبعزهم جدا، هنخلينا محتفظين باسمه طاجين. واتعلمنا منهم حاجة، يعني الطاجين عبارة عن ايه. انا عندي لحمة مفرومة، عندي بيض هستخدمه بياض وصفار، عندي جبنة بارميجا او اي جبنة انتي بتحبيها او عندك متوفرة في البيت عشان ما تنزليش تجيبي حاجة مخصوص، عندي كزبرة خضراء عشان ندخل خضار في اكلنا وندخل الريحة والطعم المعروف جدا عن الكزبرة، وعندي البصل اللي مفيش لحمة ينفع تتعمل من غير بصل، دايما هما الاثنين مرتبطين ببعض. تعالي ما نضيعش وقت ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا عندي، بس نحط حاجتنا كده، هنجيب دلوقتي البلانشة بتاعنا وهنشوف هنعمل الطاجين بتاعنا ازاي النهاردة. كل اللي هنعمله النهاردة اللحمة المفرومة، انا ما حطيتش لسه عليها اي حاجة، انا كل اللي انا عايزاه بس عايزة كده بولة كبيرة، هاخد شوية من اللحمة المفرومة بتاعتنا، هنحط بس جزء من اللحمة المفرومة بتاعتنا عشان نتبلها. لو احتاجنا هنحط تاني. انا التتبيلة بتاعتي سهلة قوي، فلفل اسود، عايزة تدلعيه وتقوليله فلفل اسمر مش مشكلة، يعني اللي انت عايزة تقوليهولي قولوهولو، المهم تحطيه في الاكلة بتاعتنا وخلاص. وشوية ملح حلوين كده، وهحط كمان شوية كركم. معظم الأكل التونسي شوية أنا بعتبره تونسي علشان يمكن لما كلتها من حد تونسي، معظم الأكل التونسي هما بيحبوا يحطوا فيه قوي كركم، وفي نفس الوقت هو الكركم مفيد يعني وبيدي ريحة وأكل فظيع. الأكل اللي أنا قلتها دي اللي هي الطعم يعني، بس وأنا دايما بطبخ تلاقيني كده إيه، مش مركزة شوية في الكلام على قد ما انا مركزة في الاكلة بتاعتي. انا ما حطيتش اي حاجة زي ما انتي شايفة، احط بس كمان شوية كزبرة خضرة كده كفاية قوي، وهخلطهم في بعض. الأكلة دي صحية جدا، حطينا الكزبرة قلبناها، سهلة قوي وغنية جدا بالبروتين، يعني كلنا برضو لحمة نوع من أنواع اللحوم، وحطينا فيتامين وحطينا بروتين ومعين من البيض اللي احنا حطيناه. دلوقتي هتشوفي أنا هعمل ايه، بس نحط دي كده على جنب ثواني. أنا هعمل دلوقتي هسخن الطاسة بتاعتي، هحط شوية زيت زيتون صغيرين قوي، واول ما يسخنوا هروح حاطه البصل بتاعي اللي هو المكون الثاني، بس ممكن نصغره شويه كده. انا مقطعاه مش حاجات يعني كبيره، كروهات صغيره، عايزه تصغريه عايزه تكبريه زي ما انتي
عايزة بس بما انه في لحمة مفرومة كلنا عارفين يعني في اللحمة المفرومة بنحط دايما يا اما بصل مفروم يا اما بصل مقطع صغير قوي. البصل بقى كلنا عارفين ان في مشاكل واحنا بنقطعه وعياط وانهيار وبيبقى وقت حساس جدا بالنسبه لاي ست مصريه في المطبخ بتاعها. في طرق كتير قوي ان انت موضوع العياط والدموع ده رغم ان هو يعني بيغسل العين، هو العياط ده مش حاجه وحشه ابدا، دي حاجه صحيه جدا بتغسل العين. انا واحده من الناس سمعت ان ممكن اكل لبانه وانا بعمل بصل، في ناس بيقولوا ان هي معلومه مش صحيحه بس انا بتنفع معايا، ممكن يكون ايحاء برضو. انت لو اديتي ايحاء لنفسك ان الموضوع شغال هيشتغل معاكي على طول. انا دلوقتي هنزل بالبصل بتاعي على الزيت، الأكلة دي أكلة سهلة وأكلة رايقة رغم أن كل فيها المكونات الكتير دي. تعمليها بقى وانتي بتسمعي مزيكا، أنا بحب أطبخ دايما وأنا بسمع مزيكا، تعمليها وانتي بتتفقي مع أصحابك هتخرجوا تروحوا فين لأن هي مش هتاخد وقت منك خالص. عبال ما البصل بتاعي يتشوح اللي هعمله أن أنا هعمل كور لحمة، كور لحمة ما فيهاش اي حاجة بحجم بس صغير شوية كده. ممكن بقى تجيبي ولادك يلعبوا معاكي في المطبخ كده وانتي واقفة واسمهم برضو ايه طبخوا عشان ما يقعدوش يزنوا ويتعلموا حاجة مننا كده في ست البيت، وطبعا انتي احسن ست بيت هيتعلموا منها مش بس مننا. اعملي على قد ما يكفيكي، حتى انت ممكن الميت بولز دي او كور اللحمه اللي احنا بنعملها دي انت ممكن تعمليها وتشيليها في الفريزر، لو طلعت شويه زياده ممكن تشيليها في الفريزر لاكله تانية هتعمليها جنب مكرونه جنب اي حاجه. بس عايزه اقولك ان ده بيغير جدا التاجين اللي احنا بنعمله ده بيغير جدا شكل تقديم اللحمه المفرومه اللي احنا بنعملها، وفي نفس الوقت ادينا عرفنا ان احنا مش لازم نروح مطعم عربي علشان نتعلم اكلهم، ممكن واحده واحده كده احنا نبتدي نعلم نفسنا. حتى لو في اختلاف في المكونات بتاعه الاكله نفسها كل بلد ليه الطبع الخاص بتاعه وبتاع اكله، فاحنا كل اللي هنعمله البصل بتاعي ابتدى يتشوح، ممكن والبصل بيتشوح بس انا عايزاه يتشوح كمان شويه وجبنه بس منديل كده. ممكن تزودي على البصل كمان كميه التوابل اللي احنا شفناها حطيناها على اللحمه، الكركم والفلفل والملح ممكن تحطيهم على البصل هيدوا كمان طعم وريحه حلوه قوي زي تسبيكه يعني هيتسبكوا كده مع بعض. انا مستمتعه جدا وانا بعمل الاكل كده بايدي وحاسه ان يعني في تناغم الحمد لله ما بيني وما بينه، لان الاكل زي ما بيقولوا عندنا انا ما بحسوش مثل مصري قديم يعني ولا بتاع ناس عواجيز، بس هو الاكل نفس نفس يعني لو انت حابه وعامله الاكل كده بعشم زي ما انت هتديله من روح حلوه هو كمان هيطلع اكل حلو قوي. انا دلوقتي هحط شويه من الميت بولز بتوعي كده مش هحتاج اكتر من كده، هحطها مع البصل بتاعي مش هحمرها، انا بس عايزاها تاخد تشويحه لان كده كده اكلتنا لسه هتدخل الفرن. ممكن نعمل شويه كمان
اللحمة لو فكت معاكي وانتي بتعمليها زي ما احنا بنعملها كده كرات لحمة، او وانتي بتعمليها كفتة بس لنفس أكلة شبه أكلتنا كده، ممكن تحطي عليها بياض بيضة أو ممكن تحطي عليها شوية بقسماط بسيطة قوي. إحنا الحمد لله اللحمة بتاعتنا تمام أهو، يا رب بس ما تفكش وهي إيه في الطاسة بس مش مشكلة، كل حاجة ليها حل إن شاء الله. نعمل بس كمية إيه تكفي. ريحة التوابل اللي في اللحمة اوريدي طلعت في البصل اول ما حطيناه على الزيت، هي بس انا عايزاها تشم النار وتنزل شوية من السائل اللي فيها وتاخد التسبيكة بتاعة التوابل اللي احنا حاطينها والكزبرة والبصل والكركم والملح والفلفل. اكله سريعه سريعه ما فيهاش اي حاجه. انا بالنسبه لي اول ما اتعلمت ان انا اعمل التاجين زي ما هم بيسموه اللي هو الطاجن عندنا يعني، بس نحترم كل دوله بتقول على اسم الاكله بتاعتها حتى لو احنا غيرنا في المكونات شويه بتبقى بتاعتنا برضو من مطبخنا ست البيت من خمس مقادير وبس. التاجين اللي احنا بنعمله دلوقتي مش لازم يبقى نفس مكونات التاجين اللي احنا نعرفه، هو واخد الاساس بس احنا زودنا يعني التوابل بتاعتنا شويه وغيرنا شويه في المكونات. كنت زمان علشان اكله قبل ما اجرب ان انا اطبخه كان لازم انزل اي مطعم بيعمل نوع الاكل ده علشان احاول اكله واستمتع بيه. دلوقتي انت لما هتجربيه زي ما انا جربته كده ما فيهوش اي حاجه، لما هتجربيه اكيد هتستمتعي بيه انت كمان. انا كده خلصت كميه اللحمه، اغسل ايدي. ننضف بس حاجتنا كده. انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا بس هقلب اللحمه سنه بسيطه قوي مش اكتر من كده، وعبال ما اللحمه بتاعتي تنزل السائل بتاعها نسبه الدهون اللي فيها وكمان تاخد طعم وريحه البصل على الزيت، هسيبك كده تفكري في الفاصل بتاعنا الصغير، تفكري لو عندك الخمس مكونات دول موجودين في البيت. يلا قومي حضريهم وتعالي كملي الاكله بتاعتنا معانا، مستنياكي.